لنلقي نظرة على فريق الوداد البيضاوي. الوداد أجل جمعه العام إلى غاية الخامس من غشت المقبل بعد أن كان مقررا انعقاده بعد غد الخميس. من أخبار الواك كذلك التعاقد مع اللاعب إسماعيل الحداد لينضاف إلى لائحة أو اللائحة التي ستدافع عن ألوان الفريق الموسم المقبل. محمد عبد الرزاق. الوداد البيضاوي يقرر تأجيل الجمع العام الذي كان مقررا إجراؤه يوم الخميس 23 يوليوز الجاري. إدارة النادي حددت يوم آخر هو الخامس غشت المقبل كموعد لاجتماع صناع القرار بالمنخرطين في جمع يخصص لمناقشة الظاهر والباطن. ولم يتم تحديد الأسباب الكامنة وراء هذا التأجيل، حيث اكتفت إدارة الفريق بأن السبب جاء نزولا عند رغبة المنخرطين. إلى ذلك أعلن فريق الوداد البيضاوي رسميا تعاقده مع إسماعيل حداد لخمسة مواسم، لينهي الحداد بذلك أيضا الجدل الذي رافقه مع فريقه السابق حسنية أكادير. ومن المنتظر أن يعزز الحداد الخطوط الأمامية للوداد. وكان الفريق الأحمر قد تعاقد مؤخرا قبل ذلك مع الدولي البنيني نانا بادارو وإبراهيم البحري، ما يعني أن المدرب توشاك يركز في التعاقدات على الشق الهجومي خلال الانتدابات الثلاث الأخيرة. الوداد ربما ما زال يأمل بتعاقدات أخرى، وعيا منه أن الفريق سيكون مقبلا على استحقاق إفريقي هام.